مشاهدي قناة شوف تي في، الصورة أمامكم. الصورة أمامكم مشاهدي قناة شوف تي في، الطريق أصبحت ضيقة في جميع أو في أغلب شوارع مدينة الدار البيضاء. زيد على ذلك الطاكسيات اللي واقفين في واحد المكان غير قانوني، مكان ما فيش محطة خاصة بهم. هنا كنتكلموا على شارع محمد السادس فوق قنطرة محمد السادس، في التقاطع مع شارع الجر سابقا. الوقوف والتوقف فوق الممر خاص بالراجلين، الصورة أمامكم، رجال الأمن ما تدخلوش، وكذلك الطريق أصبحت ضيقة، سيارة واحدة فقط لأن عندها الحق أنها تمر في أغلب شوارع مدينة الدار البيضاء. نذكروا على بعضها شارع الحسن الثاني، شارع مولاي يوسف، شارع درس الحارسي، شارع الشجر، والعديد من الشوارع سيارة واحدة فقط. الوقوف والتوقف في مكان غير قانوني، ما فيش محطة خاصة بالطاكسيات، وكذلك الوقوف فوق ممر الرجلين اللي هو اللي أمامكم، مرور سيارة واحدة فقط. كنتكلموا على واحد المدينة مليونية، أكبر مدينة في المغرب، أكثر كثافة سكانية في المغرب، فقط سيارة واحدة. كيفاش غادي تكون الأمور من بعد؟ الله أعلم. هناك أخبار كتروج، ما عرفناش واش صحيحة ولا ماشي صحيحة، بأن المسؤولين على مدينة الدار البيضاء أصبحوا كيفكروا أنهم يخلقوا المترو أو يعملوا المترو، الله أعلم. هذاك الخط ديال الباسواي اللي مازال كيقوم بتجارب، نتمنوا خير. المهم هادشي اللي كاين في مدينة الدار البيضاء، الناس اللي خدموا مدينة الدار البيضاء سابقا فما خدموهاش، ولكن خدموا الجيوب ديالهم للأسف، وحنا الآن كنأديو الثمن الخدمة اللي خدموها. الخبر في راسكم، تبارك الله عليكم.